25 في جناوه شتي راه هو ها هو جوج جناوه شتي شو الجناوه شو شو الجناوه شو السي الحموشي لا طالع خير تفضل اخويا شنو المشكل عندك مشكل عندي اخويا انا كنعيش انا العطار محمد كنعيش في مدينه ازمور اقليم جديده كنعيش في واحد الوضع ديال الامن كارثي ما كاينش عندنا الامن بتاتا الامن ما كاينش بسميه الامن ما كايناش عندنا في ديك المدينه عندنا فيديوهات عندنا عندنا دي في دي دي في ار ديال الكاميرا عامر مشارجي ما استعنوش به البوليس ما حتى حاجه اخرى كتمشي كدير شكايه كيجيو البوليس كدير شواهد طبيه كتجي مع واحد الناس تما كاين طاغين في ديك البلاصه وكيتواطئ الامن معاهم وما درنا شكايه الوكيل الملك درنا شكايه الوكيل العام درنا عريضه فاتني 84 واحد في الدرب وهاد الناس لا جدوى ما كاين حتى شي حاجه النتيجه ما كايناش شنو ولا موضوع النزاع وكيفاش موضوع النزاع واحد الناس طاغين في ديك الزنقه تما كاين طاغين واحد الزنقه ديال بصح كيديروا واحد كيستعنوا بواحد الشواهد الطبيه مزوره وكيجيبوها للبوليس البوليس كيبنيو على الشواهد الطبيه وكيصيفطوا لهم الحبس كاك يلا صيفطوا واحد الدري بثلاث سنين ديال الحبس هما هاد الناس صيفطوا واحد الدري بثلاث سنين ديال الحبس مع العلم انه مع العلم الدري ما دير والو وصيفطوا الحبس ثلاث سنين ظلما وعدوانا بحال بهذا المفهوم هذا كنمشيو عند الامن كيجيو الامن كنديرو الشواهد الطبيه كنجيوني فيديوهات فيديوهات عندنا فيديوهات كنهضرش معاك انا غير بحال عندنا فيديوهات عندنا كاميرا درناهم في الدار بالجناوه ديالهم كيخرجوا امهم مشات قرعت من القاطع وعندنا فيديو شات من القاطع فيديو عمرك شفتي فيديو مهزه قرعت من القاطع كترش لعباد الله ماشي معانا احنا مع عائله اخرين مع الزنقه كلها وخوتها كتعطيهم الجناوه ويخرجوا ومن هذا المنبر كناشد السيد صاحب جلاله الملك سيدنا الله ينصرو والسيد الحموشي وزير العدل يدخلوا على الخط يدخلوا في هذه القضيه هذه هاد الناس طاغين بزاف هاد الناس شاري الامن هاد الناس كيقول الامن ديالنا وكل شيء ديالنا حنا فهمتيني يا خويا هذا هو المفهوم اللي بغيت نقول لك انا هاد الناس طوغات هاد الناس طوغات ما عندناش الامن في ديك المدينه امن ما عندناش والو امن ما كيدورش عندنا في ديك المدينه كتمشي في مدينه ازمور الدائره ديال مدينه ازمور كتمشي كدير شواهد طبيه كتحط شهاده طبيه سميتك سميت باك سميت امك طاطا عمرو لك سير بحالاتك جبنا الشهود وجبنا فيديوهات كاين فيديوهات واش بقى اكثر من الفيديو ويحقوا معانا الله يرحم لكم باغي التحقيق انا دابا كنطالب من هذا المنبر الله يرحم الوالدين كان كيتعدى واحد ضربني بالا واحد هز عليا جنويه جوج جناوه جنوي هنا وجنوي هنا واو كيتلقى لولدي وكيتلقى لبنتي ويضربوا لي امي وامي ضربوها وكنقول عندي فيديوهات الله يرحم لك ويلي واش كتسمع عندي فيديوهات عندي فيديوهات بما يثبت عندي بما يثبت انا كنطالب منهم يحقوا معايا انا الاول عاد يحقوا معاهم واه كنطالب مع السيد حموشي مدير الامن الوطني الله يرحم لي الوالدين كنرحم لي ولاد المنبر يحقق معايا انا عاد يمشي يحقق معاهم واه ووالو طالقين واحد جوج خوتهم كيضلوا جقرة في المئوات يتلقى العباد الله هذا 100 هذا فرانك هذا 100 هذا درهم هذا 40 صحه ودرنا عريضه في 84 واحد 84 واحد وعطينا السيد العامل وحطينا في السيد الوالي وعطينا الوكيل الملك ووكيل محكمه ورئيس محكمه السيناف وما كاين حتى حاجه ما كاين والو فهمتي المفهوم هذا ما كاين حتى حاجه هذا هو المفهوم اللي بغي نقول لك من هذا المنبر الله يرحم لكم الوالدين كنطالب السيد الحموشي وصاحب جلال الملك الله ينصره وعاش الملك يدخل على الخط يدخل على الخط راه غتنوض شي حاجه خايبه غتوقع شي حاجه خايبه في مدينه ازمور ما كاينش الامن في مدينه ازمور الامن ما كاينش عموما ما كاينش وخصوصا في منطقه درب سليمان زنقه درب سليمان ما كاينش الامن بتاتا ما كاينش الامن المطالب ديالنا يحقوا في هذا الملف تجي شي فرقه اخرى شي بريغاد اخرى تجي تحقق معنا تجمع كل شيء وتحقق معنا شي فرقه اخرى تجي هذيك الدائره ما تحققش معنا ما يبقاوش يعيطوا لي الدائره وما بقاش غنمشي عندهم ما بقاش غنوصل لهم هذيك الدائره انا حيت ما بقاش عندي الثقه فيهم هذوك الناس انا ما بقاش عندي الثقه فيهم كنديش ديت ما عندها شهر فيها 28 يوم ما داروا معاه والو وديت لهم فيديو راهم ضرب بالا وما داروا معايا والو
بالسيوف اديت لهم التصاور نوريك انا فيديوهات، انا غنلوح لك داكشي في واتساب في اللايف ولوح داكشي في اللايف. راه كنهضر معاك اخويا كنقولش معاك انا كنهضرش معاك فمي، كان عندي بما يثبت كنطالب السيد حموشي يعيط لشي فرقه يجيو يهزوني يعيطوا عليا يقول لنا بما يثبت ورينا بما يثبت وانا معاك. الا ما كانش هادشي صحيح هاد الناس كيقول لك الامن ديالنا الكوميساريه ديالنا طالقين واحد خوتهم كيدقلوا ضلوا جقرتهم صحه 100000 فرانك 100000 فرانك مول الحوانت 100 اللي دايز 40 60 والله ما يزقلوا شي واحد كيعطيوهم الناس كيعطيوهم الناس ودرنا درنا الناس داروا تصريح وما كاين حتى شي حاجه اخرى والو لحد الان لحد الساعه دابا انا الله يرحمه كنطالب السيد حموش يدخل على الخط. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.